السلام عليكم. في البداية أشكر الحضور الكريم وأشكر بالمناسبة مجلس البلدية على الاستضافة المتميزة وعلى قصدهم السيد الرئيس وسي أمداح. السيد الرئيس مش سمزي بعض المفاهيم قال باللي الملك محمد السادس الرياضي الأول الرياضي الباري شين زماني اللي يقول سي محمد الفاضلي الرياضي الأول الرياضي الاهتمام صراحة للرياضة الاهتمام يبغى الإشكال في الطاس كيغي مثل منه مثل الزيس منه مثل تداه نسردات منه عزم الهوى مطي مشاريع بلدية ولا الثوضة تداه نسردات عزم ويستدعي قصد الشكاة حتى جنة مستشفى التوشا اللي هي رجال السوق صراحة كين كيخرج الموسم كين كيخرج التضحية بها على رأس المسيب الباشا الشكاري والدرك الملكي كذلك بالمناسبة الشكاري ثاني لأن دائما الشكي في عمل الملعب دائما الشكاري بسيط رجال قوة المساعدة اللي بالمناسبة الجهاز الشكر جزيل في المساعدة بسيط وتتوكشا الشكاري كل فعاليات يجي ساعد من النجم الرياضي المدير عام يصير السيد رئيس سي عزيز بالمناسبة الشكاري الطاز الحكي في الطاز صراحة يمكن و يجب شخصية سبيسيال على مستوى الوطن لأن المصاري وأساس كل شيء زيجي بالسي عزيز ثاني تتسلم المصاري فهم شكل مرن زيجي بالسي ثاني دولة مشان يجي لو يدخل بماريا مرد يشان يجي يدخل بماريا ويجي يشوف السي عزيز في كل ساعة مرمي من خسبه أغا وبغا أبو المناسبة يجي تحية طب كرات السي عزيز وطاعي المفارقة تتوشل هي العالم خاصي الرئيس يساهم ولكن الملعب يبقى كيفاش مجهود طنك وقيت تنعمو دير الملعب دي خبيش مجهود تكافي ساك الشي دير العاب تحية كني وطاس اسم المكتب الفريق تحية كني وطاس 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 ولكن السي سعيد راه المدرب رقم واحد على مستوى الاقليمين والنظور للدريب لأنه يجي مجهود الفريق يجي تحية كالقرار تتصل تصل تصل فيش يجي مجهود الفريق تحية كبيرة وقد الجميع وشكرا والسلام عليكم ومن يجب أن تجمع متعبين من أجمال خيوه وتحية كالقرار.